زي ما احنا قلنا في بداية الاستوديو انه طبعا اكيد هتكون مباراة صعبة جدا، منافسة شرسة ما بين فتيات النادي الاهلي وفتيات نادي الزمالك. الحقيقة انه كان ماتش صعب، ولكن دايما فتيات الذهب قد المسؤولية. الف الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي كانت حاضرة النهاردة في صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة. الحمد لله يعني فتيات الذهب ما خذلوهمش ولا خذلوا جمهور النادي الأهلي. الحقيقة دايما بنبارك لكل يعني سيدات طايرة النادي الأهلي، بنبارك للجهاز الفني طبعا بقيادة كابتن إبراهيم، وبنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي. وأكيد أنا متأكدة إن الفوز ده والكأس ده سواء مجلس إدارة النادي الأهلي أو الجهاز الفني الخاص طبعا بفتيات الذهب سيدات طايرة الأهلي أكيد هيهدوه للكابتن طبعا العمري فاروق رحمة الله عليه، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن احنا شفناه السيزن الماضي كانت فرحته كبيرة جدا بهذا اللقب، وكان الحقيقة بيؤازر فتيات الذهب في كل المباريات الخاصة بيهم في كل البطولات. فأكيد أكيد يعني ده إهداء لروحه أكيد اللي كانت دايما موجودة وكان دايما حاضر معانا سواء أثناء وجوده وبعد غيابه. أيضا هو حاضر بروحه بشكل كبير جدا، ويمكن كلنا متفقين على يعني حضوره القوي جدا حتى بعد رحيله وحضور روحه أكيد، لأن احنا دايما ما بننساش أنه هو كان الداعم الأول وداعم كبير جدا لكل ألعاب الصالات. كابتن ندى ألف مبروك. مبروك يا مريم. كابتن كريم ألف مبروك. الحقيقة فرحة كبيرة، مرينا بلحظات صعبة جدا، ولكن الحقيقة قدرنا أن احنا نحسم البطولة لصالحنا الحمد لله للسنة الثانية على التوالي. كابتن إبراهيم دي أول مواجهة لي لنادي الزمالك مع النادي الأهلي، فأكيد مجهود كبير جدا، ولكن الحمد لله أن هو كل اللي بالنجاح. الحمد لله. يعني البنات دايما زي ما احنا قلنا بيكونوا على موعد مع اللقاءات الكبيرة، دايما بيكونوا دايما الفوز من نصيبهم. الحمد لله هم تعبوا كتير في المباراة النهاردة وعدوا بأوقات صعبة، والحمد لله قدروا يتغلبوا عليها ويكسبوا، يعني حتى رغم ان هم خسروا الشوط الأول قدروا يرجعوا خدوا الشوط الثاني والثالث، والشوط الرابع حصل فيه كده دروب شوية، بس الحمد لله ان هم الشوط الخامس حسموه. وانا بهنيهم وبهني الجهاز الفني طبعا ومجلس الإدارة والجمهور، وزي ما انت قلت يعني طبعا اكيد هم هيهدوا الكاس ده للكابتن العمري فاروق رحمه الله عليه. طبعا. والف مبروك ليهم. الف مبروك يا كابتن كريم. الحقيقه شفنا اداء كبير جدا من فتيات الذهب، فرحه كبيره اكيد بالنسبه لنا وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، تحديدا جماهير العاب الصالات، خاصه ان هي كانت مباراه صعبه جدا، وزي ما بنقول كده ان هي كانت ماشين بوينت ببوينت، ولكن الحقيقه قدرنا ان احنا نحسم هذه البطوله لصالحنا للعام الثاني على التوالي. اكيد طبعا الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. يمكن المباراه النهارده شهدت كواليس كتير قوي، يعني انت الشوط الاولاني نادي الزمالك قدر ان هو يكسبه، قدرنا نرجع في الشوط الثاني والثالث باداء كويس جدا، الشوط الرابع حصل فيه دروب، الجيم الخامس لا كان كانت الفرقه كلها على يعني روح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا، كانت مسيطره على الملعب النهارده. اداء النهارده يعني رجولي بصراحه من البنات النهارده، كلهم النهارده كانوا كويسين جدا، يعني حتى اللي كان بيخرج ويجي يرجع الملعب تاني كان بيأدي بشكل كبير جدا. تيتيانا النهارده تحس ان هي مصريه، يعني تلعب بروح الفانيلا الحمراء بطريقه كبيره، وعملت مباراه كبيره جدا، وما يعني واللعيبه كلها بصراحه النهارده ندى حمدي كل اللعيبه، مي غزال النهارده في النقط الصعبه في اخر في الجيم الخامس قدرت بالارسال وبالبلوك ان هي تخلص، أي خالد دعاء، يعني بصراحة النهاردة لا البنات كلهم كانوا كويسين. وقلنا من أول الماتش إن الماتش ده هيبقى كاتشنا، يعني كابتن إبراهيم النهاردة قدر النهاردة كذا نقطة كذا تكتيك عمله النهاردة في المباراة إن هو يقلب لعبة مركز أربعة في مركز اتنين ويجيب حد من مركز اتنين يلعبه في مركز أربعة، دي كانت ريسك كبير جدا، بس هو متأكد من إمكانيات اللعيبة عنده. وقدر الحقيقة الماتش بهدوء برضو شديد، شفناه يعني طول الماتش يعني والله يعني فعلا فكرة إن هو برضو ده أول مواجهة ليه للنادي الأهلي بعد طبعا قيادته للفريق في بطولة هامة زي دي، ويقدر إن هو يحسمها بالشكل ده، فأكيد كابتن إبراهيم أكيد نجح في ده وخبرة كبيرة. أكيد طبعا، يعني هو واثق في اللعيبة عنده، يعني إن هو يلاعب لعيبة في مركز أربعة زي سارة أمين، لعيبة في مركز اتنين النهاردة ده كان ريسك كبير جدا، بس كان محسوب ليه، يعني شوية حاجات تفاصيل صغيرة النهاردة هي اللي قدرت تخلي النادي الأهلي النهاردة يتفوق في المباراة. طيب
طيب نروح دلوقتي لأرض الملعب طبعا لسالة حامد، معها عدد من اللقاءات الهامة بعد التتويج بكأس السوبر المصري لفتيات الذهب بالنادي الأهلي. اتفضلي يا سالة، سامعينك. من جديد طبعا برحب بيك يا مريم وبكل ضيوفك الكرام وكباتننا طبعا في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني طبعا ببارك لك يا مريم، ببارك لكل جماهير النادي الاهلي، الف مبروك الفوز طبعا، ده اول بطوله هذا الموسم بالنسبه لفتيات الذهب، بطوله السوبر المصري لتاني مره على التوالي. وطبعا النادي الاهلي هو كان حامل اللقب الموسم اللي فات، ويمكن طبعا معايا واحده من نجوم النادي الاهلي في مباراه اليوم، وكمان يعني عامه واحده طبعا من نجوم فريق النادي الاهلي للكره الطايره طبعا، كابتن ساره امين. كابتن ساره طبعا برحب بيكي في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك. عايزه طبعا ابارك لك النهارده على المباراه، ويمكن مباراه صعبه، شفنا خمس اشواط ولكن الحمد لله كنتوا قدها وقدرتوا تفرحونا. الحمد لله احنا قدرنا نحافظ على اللقب، ما كانش ماتش سهل بالنسبه لنا، اولى مواجهتنا السنه دي بطوله على طول، ما فيش وقت ان احنا نعوض. كان السيزون اللي فات الموضوع سهل شويه انه احنا بنقدر نعوض وماتش وكده، لكن اول مواجهتنا السيزون ده ببطوله على طول. الحمد لله قدرنا ان احنا نلعب على نقاط ضعفهم، ذكرنا الفرقه كويس جدا، عملنا اكتر من محاضره، قدرنا نعرف نقاط ضعفهم، وكابتن ابراهيم طبعا من بره تعليمات طول الوقت. الحمد لله قدرنا ان احنا نحسم الماتش والحمد لله كسبنا. روح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي يا ساره يمكن بانت في اخر شوط، شفنا قدرتوا تقدروا تعملوا كامباك، قدرتوا تاني تخشوا في المباراه، قدرتوا تفوزوا بالمباراه. الحمد لله طبعا الماتش كان في الملعب جدا، الخبره هي اللي حسمت في الاخر، قدرنا الحمد لله ان احنا في اخر شوط نبقى ليدنج الماتش، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله. بشكرك جدا يا ساره ومبروك، ومستنيين منكم اكتر واكتر الموسم ده طبعا. بارك فيكي، ميرسي ميرسي سلام. طبعا لقائنا يا مريم طبعا مع ساره امين، واحده من يعني نجوم النادي الاهلي في كره الطايره، والان عوده مره اخرى للاستوديو طبعا. الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا لك جدا زميلتنا سالة حامد من ارض الملعب. والحقيقه يعني احنا بعد قليل هيكون معانا مراسم التتويج للنادي الاهلي وفتيات الذهب بطلات لكاس السوبر المصري للعام الثاني على التوالي. كابتن ندى، خلينا نتكلم شويه كده فنيات في المباراه. الحقيقه ان احنا بدانا يعني اكيد كان مؤثر علينا الخساره اللي حصلت في الشوط الاول 25-21 لصالح نادي الزمالك، ولكن قدرنا ان احنا نعمل كومباك، قدرنا ان احنا نسيطر. ولكن في حاجه كانت بتحصل يا كابتن ندى، ان احنا دايما مسيطرين على الشوط في الاول وبعد كده نيجي ان احنا نفرق عن نادي الزمالك، ده طبعا قبل ما نقدر ان احنا ننهي المباراه لصالح. بصي، هو طبعا يعني اكيد المباراه الفرقتين متقاربين جدا في المستوى، فطبيعي ان يكون في شد وجذب في اثناء الاشواط. وارد ان فريق يتقدم على الثاني، الثاني يحصله ويحصل العكس، فده شيء وارد طبعا، خصوصا في الكره الطايره لان النقط فيها سريعه جدا، يعني ما فيهاش هجمات اللي هو بقى بتاخد وقت وبتجري من جول لجون او من سله لسله، فهي نقطها سريعه، فوارد جدا ان فريق يتقدم على الثاني. بس البنات الحمد لله ان هم قدروا، يعني حتى ما كان الزمالك بيفرق شويه كانوا يعني بيستعيدوا بسرعه نفسهم وبيقدروا ان هم يحرزوا نقط ويحصلوا الزمالك. وبالعكس كمان ده في احنا شفنا في اشواط ان هم بعد ما كانوا متاخرين كانوا بيرجعوا يتعادلوا وبعدين يتقدموا، فدي طبعا حاجه تحسب للبنات ان هم قدروا ان هم يسيطروا على نفسهم. خلي بالك احنا يعني سامعين صوت الجمهور برضو، واضح ان في عدد حتى لو هو الى حد ما قليل، لكن هم عاملين برضو ضغط على البنات طبعا. يعني فطبعا دي بيبقى ليها شويه رهبه، في منهم بنات كتير ما لعبوش تحت ضغط الجمهور دوت او ما شافوش التشجيع وكده، فممكن يكون حاصل شويه من الشد ده اللي كان بيأثر على البنات، ان هم بيحصل ان احنا نبقى فارقين يحصل غلطه فتجر غلطه تانية، فهو ده اللي كان بيحصل في الاشواط دي. لكن في الشوط الخامس احنا شفنا يعني قننوا جدا الغلطات، هو طول ما انت ما بتغلطيش حتى لو ما بتخلصيش نقط بس ما فيش اخطاء، هو ده اللي بيفرق في الجيم. طيب نرجع تاني مرة أخرى لسالة حامد، معها طبعا اللاعبة دعاء محمد. اتفضلي يا سالة، سامعينك. من جديد طبعا برحب بيك زميلتي مريم بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وتاني ببارك طبعا يا مريم، ببارك لكل جماهير نادي الاهلي النادي الاهلي ونجوم المباراه النهارده طبعا دعاء محمد. دعاء طبعا برحب بيكي في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارككي على المباراه النهارده، مليون مبروك، فرحتونا شرفتونا، شفنا منكم اداء قوي جدا في الخمس اشواط. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك طبعا، والحمد لله يعني ربنا وفقنا ونصرنا النهارده الحمد لله.
طبعا الشوط الثالث والشوط الرابع كانوا شوطين شويه يمكن البرفورمنس او يعني اداء لاعبي النادي الاهلي يمكن نزل شويه، لكن قدرتوا ترجعوا تاني في المباراه. يمكن احكي لي كده، اتكلمتوا مع بعض وقلتوا ايه الكواليس؟ كابتن طبعا ابراهيم فخر الدين اتكلم معاكم في ايه دعاء عشان ترجعوا تاني للمباراه؟ احنا في الاول طبعا هي مباراه مش سهله خالص، وفريق مش ضعيف خالص، فالفريق الثقيل فريق نادي الزمالك، بس الحمد لله احنا كنا مستعدين له كويس قوي قوي. كنا معسكرين قبل المباراه 6 ايام نتمرن صبح وبالليل، كابتن ابراهيم حفظنا الفرقه، احنا نازلين الحمد لله حافظين الفرقه، وبفضل توجيهاته وبفضل مجهودنا الحمد لله ربنا نصرنا الحمد لله. الحمد لله دعاء وببارك لك تاني، ومنتظرين منكم ان شاء الله الدوري والكاس وافريقيا الموسم ده. ميسي شكرا، الله يبارك فيك. طبعا مستمرين معاكي زميلتي مريم، ومعي طبعا الغزال واحده من نجوم النادي الاهلي في مباراه اليوم. مي غزال برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني ما شاء الله شفنا منك اداء قوي انت وكل لاعبات النادي الاهلي، عايزه ابارك لك. شايفه المباراه النهارده ازاي وشايفه الفوز النهارده ازاي؟ صراحه احنا الفرقه كلها بالجهاز بكلنا احنا تعبنا قوي عشان اللحظه دي، احنا طول السيزون بنتمرن عشان الماتش ده، احنا بقالنا حبه قوي، احنا يعني شبه ما لناش حياه ثانيه غير الفولي، احنا ما بنروحش البيت، يعني احنا بقالنا كتير قوي في معسكر، وبجد ربنا ما بيضيعش تعب حد. فانا حاسه ان احنا تعبنا جامد بصراحه، وبتعليمات كابتن ابراهيم بصراحه الحمد لله ربنا قدرنا وكسبنا الحمد لله. يمكن طبعا شفنا مباراه قويه جمعت ما بين الفرقتين، يمكن نادي الزمالك برده ادوا اداء قوي جدا، كذلك النادي الاهلي. مباراه ديربي يعني شفنا، يمكن كنا كلنا متوقعين طبعا هتروح لخمس اشواط، ولكن قدرتوا في الاخر ان انتوا اللي يبقى ليكوا الكلمه وانتوا اللي تفوزوا في اخر شوط. صراحه دي اول مره ان احنا نلعب الزمالك ما بقاش عندنا فرصه ثانيه ان احنا نعوض زي الدوري في البلاي اوفز. النهارده يعني يا كنا هنكسب يا هنخسر، فاحنا بجد ربنا وفقنا، وقليل قوي لما بنطلع مع الزمالك 3-2، بس احنا كنا جاهزين بدنيا ان احنا نقدر نلعب خمس اشواط، فالحمد لله يعني ربنا اكبر. ميسي يا غزال ببارك لك تاني ومبروك، يلا بقى عشان تستلمي الميداليات. كده طبعا زميلتي مريم كان لقائنا مع واحده من نجوم النادي الاهلي مي غزال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا سالة حامد من أرض الملعب. والحقيقة أن احنا شايفين دلوقتي تسليم الميداليات ومراسم تتويج فريق النادي الأهلي وفتيات الذهب، طبعا بطلات لكأس السوبر المصري لسيدات كرة الطائرة. طبعا نروح دلوقتي لأرض الملعب علشان نستكمل مراسم التتويج ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مع حضراتكم في تسليم او في ختام كاس السوبر المصري، وادي المهندس ياسر ادريس وحسن عابد المدير التنفيذي، وبجوارهم الكابتن او المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، بيسلموا الميداليه الذهبيه للفريق الاول لاعبات النادي الاهلي فتيات الذهب اللي حصلوا على المركز الاول والفوز ببطوله السوبر الثانيه لكاس الطايره للسيدات بعد فوزهم الصاعق على لاعبات النادي الزمالك 3-2 في الاشواط. وادي لاعبات النادي الاهلي اهي، رقم 10 من النادي الاهلي زين العالمي، كل اللاعبات استلمت الميداليات، المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره، والمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي. وادي مي غزال اللي كانت لسه مع زميلتنا من سالة من صالة اتحاد الشرطة الرياضي، فرحة كبيرة للاعبات النادي الأهلي، والجهاز الفني يستلم الميداليات، كابتن إبراهيم فخر الدين، وادي كابتن محمود الوزير، وادي المدير الفريق كابتن إيهاب عبد المنعم أو اللواء إيهاب عبد المنعم، وادي المهندس خالد مرتجب يديله الميدالية، وادي لاعبات النادي الأهلي كلهم، كتيبة النادي الأهلي ندى وليد، الصربية تانيا بوكان، دعاء الغباشي، وادي بقيه الجهاز الفني للنادي الاهلي، ندى حمدي رقم 5، ميار خليفه رقم 6، سلمى يوسف رقم 7، ماري ثروت وشروق فؤاد طبعا ما لعبوش في هذا اللقاء لان تم اصيبوا الاثنين، ساره امين 11، مي غزال 14، 17 اي خالد، علياء هاني 18، سهيله وفي 19، دعاء محمد 20، ليبرو الفريق نهله جمال، وندى وليد رقم 2. ادي الصور التذكاريه للاعبات النادي الاهلي والفرحه بالاحتفال الخاص بيهم، وطبعا فرحه ما بعدها فرحه، بدايه الموسم بدايه قويه، وادي كاس السوبر اهو، كابتن شروق، كابتن شروق فؤاد كابتن الفريق، طبعا هي مصابه ما لعبتش، هي بتستلم الكاس، اهي
شروق فؤاد كابتن الفريق رقم 9 واستلمت الكاس. طبعا هي كابتن الفريق واستلمته، فرحه ما بعدها فرحه، فرحه بكاس السوبر البطوله الاولى فتيات الذهب بالنادي الاهلي، تحتفل احتفال خاص بالحصول على كاس السوبر. وهم اللاعبات شروق فؤاد، وادي الكابتن ايهاب عبد المنعم بيقول لهم نحتفل ونشوف الاحتفالات. وطبعا طبعا النادي سبورتنج خد المركز الثالث ونادي الزمالك المركز الثاني، وادي رايحين طبعا يتصوروا وياخدوا اللقطات التذكاريه مع الكاس بالجهاز الفني. وادي الكابتن خالد العوضي موجود في الملعب اهو معاهم مدير النشاط الرياضي. طبعا اكيد مجلس اداره النادي الاهلي هيكون موجود ومجلس اداره اتحاد الكره الطايره بياخدوا الصور التذكاريه الجهاز الفني واللاعبين. وادي محمد الغزاوي وخالد مرتجي هم واقفين ورا الفرقه مع خالد مرتجي. الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، دائما بيفرحوا الجماهير الاهلاويه اهم مع كاس السوبر. لاعبات النادي الاهلي للكره الطايره للمره الثانيه على التوالي كاس السوبر المصري للكره الطايره. شروق فؤاد كابتن الفريق اهو، ادي مجلس اداره النادي الاهلي محمد الغزاوي، محمد الضماطي، المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، هم واقفين ومع الجهاز الفني متوسطين بيحتفلوا مع اللاعبات بكاس السوبر المصري. طبعا اكيد هيأدوها او لروح نائب رئيس النادي سيادة الوزير العمري فاروق رحمه الله. دائما الفرحه تعم النادي الاهلي من كل الاتجاهات من كل الالعاب سواء الكوره او الطايره او اليد او السله. امام حضراتكم فرحه بيحتفلوا لاعبات النادي الاهلي والتهاني من اولياء الامور للاعبات. وادي تانيا بوكان اللي هي كانت عنصر اساسي في البطوله او في عنصر اساسي النهارده في الفرحه الجماعيه للاعبات النادي الاهلي، والف مبروك ونهدي هذه البطوله الى اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، والف مبروك لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني كتيبه النادي الاهلي بقياده الكابتن ابراهيم فخر الدين. والى الاستوديو مره ثانيه مع الزميله مريم سميح زميلتنا ومع ضيوفها ندى ايمن وكريم جمعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، والى اللقاء في مباريات اخرى للنادي الاهلي وبطولات وانجازات للنادي الاهلي. شكرا معلقنا دكتور مروان صالح. والحقيقه زي ما احنا شايفين فرحة كبيرة جدا بتسيطر على فتيات الذهب من أرض الملعب وصالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة للعام الثاني على التوالي. فتيات الذهب ما قدروش ان هم يفرطوا في هذا اللقب الغالي للموسم الثاني على التوالي، أول بطولة في هذا الموسم اللي من الواضح أكيد يعني زي ما احنا شايفين كده الكتاب بيبان من عنوانه هيكون سيزن قوي جدا وموسم قوي جدا. شايفين زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة فرحة كبيرة جدا، شايفين طبعا يعني بيعلوا كأس السوبر اهو، كل لعيبه بتتصور مع الكأس لوحدها طبعا منفرده، انجازات كبيره جدا. اي لعيبه بتكون موجوده ضمن صفوف النادي الاهلي ده بيضاف لتاريخها اكيد الرياضي، وبيضاف اكيد لاي حد بيفخر ان هو يكون جزء من منظومه النادي الاهلي الرياضيه الكبيره على مستوى كل الرياضات المختلفة وكرة القدم طبعا على رأسها. شايفين أكيد فرحة كبيرة جدا، أي حد بيكون مع النادي الأهلي بيكون مراهن على أنه هو يعني هيكون صاحب إنجازات كبيرة جدا وصاحب بطولات كتير جدا بتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي، وبتضاف كمان للبطولات اللي بيحصل عليها أي فرد بيكون موجود ضمن منظومة النادي الأهلي. الحقيقة الفرحة دي أكيد غالية علينا كلنا كجزء من منظومة النادي الأهلي الكبيرة العريقة. الحقيقة أن احنا دايما بنفتخر أن احنا بننتمي لهذا الكيان العظيم. شايفين طبعا قدامنا هو كابتن سهيلة اللي احنا شفنا أداء ليها برضو النهاردة كبير، رغم ان هي يعني يمكن يا كابتن ندى ما شاركتش في وقت كبير من المباراة، ولكن الحقيقة دايما كابتن سهيلة بيكون ليها بصمة كبيرة.
زي ما احنا عارفين ان احنا بنقول ان الفرحه بتبقى كبيره، فعشان كده طبعا لازم يكون معانا عدد كبير جدا من اللقاءات من ارض الملعب بعد التتويج بهذه البطوله الغاليه جدا. عشان كده هنرجع دلوقتي لسلاح حامد مره اخرى، وهيكون معاها طبعا المحترفه تاتيانا بوكان اللي برضو يمكن شاهدنا على ادائها الكبير جدا النهارده يعني على مدار المباراه. اتفضلي يا سلا، سامعينك. من جديد طبعا برحب بيك يا مريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يمكن معنا العديد من اللقاءات النهارده نظرا طبعا لاهميه البطوله وفوز النادي الاهلي بالسوبر المصري لتاني مره على التوالي. ويمكن زي ما قلتي برده معايا واحده طبعا من نجوم النادي الاهلي واللي شفنا النهارده ادت اداء قوي جدا في مباراه اليوم، محترفه النادي الاهلي تيتيانا بوكان. تيتيانا، اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند ليت مي تيل يو كونجراتيليشنز فور توديز ماتش، يور فيرست تشامبيونشيب ذس سيزون، سو كونجراتيليشنز اند تيل مي هاو ديد يو سي توديز match against Zamalek. Thank you so much. I'm so proud. I'm so proud of this team, and this is first game actually we face a strong team, and at least it was a great game, and the public could enjoy like really nice volleyball. Congratulations to them, to my team, and congratulations to Zamalek too. They played very well. Yes, we achieved first cup. And I promise in beginning that we're gonna achieve fourth. يمكن طبعا زميلتي مريم سالتها وباركتها طبعا في البدايه على اول بطوله ليها هذا الموسم، يمكن طبعا قالت ان هي سعيده جدا وفخوره يعني بفريقنا فريق النادي الاهلي. شايفه كمان النهارده الاداء كان جيد جدا، شايفه كمان بتبارك لجميع لاعبات النادي الاهلي وبتبارك ايضا للاعيبه نادي الزمالك على ادائهم النهارده، شفنا منهم ايضا اداء قوي جدا. سعيده مبسوطه فخوره طبعا بالفريق، ويمكن قالت يعني مبروك لنادي الزمالك، ولكن يعني احنا اللي اخذنا المركز الاول، ويمكن طموحها ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي وهو الفوز ب يعني باقي البطولات. يمكن قالت اربع بطولات، يمكن تقصد بالتاكيد يعني بطوله افريقيا، الكاس، وبالتاكيد الدوري، والرابع طبعا هو كاس السوبر المصري. تيتيانا، I saw that you were crying after the match end. We saw you are crying. Tell me your feeling today winning your first championship, a very tough game against Zamalek. We saw five shots. A very tough game against a very, very hard team like Zamalek. So tell me your opinion and also tell me your point of view about today's performance of all the players, either Al Ahli or Zamalek. First of all, yes, I was crying even before match because one man from Federation, he didn't know that I don't have parents, and he was asking me where is my father. And this is victory for two of them, for my father and my mom. That's why I was crying, because I'm missing them so much, and they was the first and the last call I did when I have matches. Now I'm missing so much, but I know that they are proud still on me. Of course, they are proud of you, and they are very happy for you, and this win is for them. Yes. Alhamdulillah. 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 Yes. Alhamdulillah. Don't cry, please. Don't cry. Alhamdulillah. No, no. And good luck for the next matches. And again, congratulations for today's match. Thank, thank you. Thank you. Thank you so much. In April, it's going to be tough because now again in March, we're not going to play games. But then from the end of March till 5th of May, it's going to be really tough. يمكن طبعا زميلتي مريم انا كنت بتكلم معاها وبقول لها يمكن بعد المباراه ما خلصت على طول كانت يعني بتعيط بتبكي، يمكن قلت لها يمكن كانت دموعها كانت موجوده، قالت لي ان هي كانت بتبكي، يمكن طبعا راحت ان هي يعني تتصور مع بقيه اللاعبات. يمكن طبعا تاتيانا كان في البدايه كانت بتعيط يعني لانه قالت لي ان قبل المباراه يمكن حد من او احد يعني اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الطايره يمكن عرف قبل المباراه ان هي يمكن فقدت والدتها ووالدها، وهي يمكن كانت متاثره شويه طبعا، هي بتهدي الفوز ده ليهم ولروحهم، وهي شايفه طبعا انه اكيد هم مبسوطين وفخورين بيها. فيمكن هي كانت يعني بعد المباراه كانت في دموع فرح وطبعا دموع عشان خاطر والدها ووالدتها. كمان هي اتكلمت طبعا على المباراه ان هي فرحانه جدا النهارده ومبسوطه، وشايفه كمان ان شاء الله في شهر 4 القادم هيكون في البطوله الاصعب بالنسبه لفريق النادي الاهلي وهي بطوله افريقيا
لكرة الطايرة، وإن شاء الله يتوج كمان جماهير النادي الأهلي إنه إن شاء الله هيفوزوا بالبطولة. يمكن دي طبعا زميلتي مريم كان لقائنا مع المحترفة تيتيانا بوكان محترفة فريق النادي الأهلي، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو طبعا لكلمة ليك يا مريم، تفضل. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالة حامد من أرض الملعب، شكرا طبعا على كل هذه اللقاءات وعلى رصدك الفرحة أكيد مع لاعبات وفتيات الذهب للنادي الأهلي. ودايما زي ما احنا عارفين أنه أكيد كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيكون أول الداعمين وأول المهنئين لأي فريق مهما كان بعد الفوز بأي بطولة هامة. يعني الحقيقة الخطيب يهنئ سيدات الطائرة بكأس السوبر، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبات الفريق الأول الكرة الطائرة سيدات والجهاز الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي، وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات والفريق طبعا والروح العالية والإصرار على الفوز وإحراز كأس البطولة لإسعاد الجماهير. وأشار كابتن محمود الخطيب إلى أن هذا الفوز يحمل كل العناصر مسؤولية كبيرة فيما هو قادم والاستمرار في مضاعفة الجهد لحصد البطولات المحلية والقارية. وأكد أيضا الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق والاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية القادمة، كما هنى أيضا جماهير النادي الأهلي التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات وتقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات. 1,000,000 مبروك لفتيات الذهب بالنادي الأهلي، الحقيقة شرفتونا رفعتوا راسنا. دايما بتبقى الاختبارات صعبة جدا، ولكن انتوا دايما قد المسؤولية وقد يعني يمكن عارفين يعني ايه تيشيرت النادي الأهلي وعارفين يعني ايه تكونوا بتلعبوا للنادي الأهلي. بنبارك لكم للمرة المليون، فرحتوا كل جماهير النادي الأهلي النهاردة طبعا، وان شاء الله زي ما النهاردة كده زي كان ختامها مسك، ان شاء الله بكرة ايضا يكون ختامها مسك مع الماسترز ورجال طايرة الأهلي اللي ايضا على موعد هام جدا في نهائي إيهام أمام نادي الزمالك. إن شاء الله زي ما فتيات الذهب النهاردة فرحونا، بكرة أيضا الماسترز ورجال طايرة الأهلي يفرحونا. يعني ده اللي احنا متعودينه من كل الفرق المختلفة للنادي الأهلي. كابتن ندى خليني أجي لك مرة تانية، يمكن احنا النهاردة شفنا عناصر كتير جدا، اتكلمنا قبل المباراة عن الروتيشن اللي أكيد بيحرص عليه كابتن إبراهيم، شفنا الروتيشن ده النهاردة، عايز أعرف رأيك في أهم العناصر اللي شاركت على مدار الخمس أشواط الخاصة بالمباراة. بصي خليني أقول لك يا مريم إنه حصل احنا شفنا فرق واضح في الشوط الرابع او في الثالث، انه كان في فرق واضح قوي في الجهد البدني للاعبات الاهلي ولاعبات الزمالك. فريق البنات في الاهلي يعني حقق الفوز في الشوط دوت بفرق كبير جدا، وكنا شايفين فرقه الزمالك تكاد تكون فكت تماما، ما كانش في اي تنافس في الشوط دوت. ده كله ناتج عن ان اللعيبه اللي بدات المباراه في الزمالك الستة اللي ابتدوا المباراة هم اللي نهوا. هنكمل يا كابتن ندى، ولكن استأذنك هنروح لصالة اتحاد الشرطة الرياضي بدراسة مرة أخرى، وزميلتنا سالة حامد معاها حوار طبعا مع كابتن شروق فؤاد اللي أكيد على الرغم من غيابها بسبب إصابتها أكيد عايزين نطمن عليها. سالة منك، وكانت يعني شايفينها برضو موجودة وأكيد كانت بتؤازر كل أكيد زميلاتها في الفريق النهاردة، شايفين روح كبيرة جدا، فأكيد عايزين نعرف منها أكتر وعايزين نطمن عليها كمان. بالتاكيد زميلتي مريم طبعا في البدايه خليني ارحب بيكي، وبالتاكيد ارحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت يمكن معي طبعا حاليا كابتن الفريق الكابتن وطبعا شروق فؤاد. شروق طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك، مباراه صعبه، بطوله مهمه جدا، اول بطوله في الموسم، ورغم الاصابه يمكن شفناكي طبعا كنت متواجده ورا الفريق بتشجعي بروحك وخبرتك مع الفريق النهارده، شفناكي طول المباراه في الخمس شوط. اول حاجه الله يبارك فيكي، طبعا هي دي اول بطوله كابتن فرقة، فحاسة طبعا بإحساس مختلف مش اللي هو كلعيبة عادية. أنا مش عارفة كنت واثقة قبل ما ننزل إن احنا إن شاء الله هنكسب. طبعا فرقة الزمالك فرقة محترمة كلها عناصر مهمة في منتخب مصر، بس برضو بيبقى دايما اللاعب كده وهو نازل الماتش بيبقى حاسس هو إيه النهاردة هيعمل إيه كده، بس أنا كنت حاسة الحمد لله إن احنا هنكسب. يعني الحمد
الحمد لله شروق. وطبعا بما ان انت معانا على شاشه قناه النادي الاهلي عايزين نطمن منك برضو على الاصابه. طمنينا على الاصابه وطمني جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هتبقي متواجده امتى مع الفريق، وان شاء الله انت هترجعي تاني مع الفريق في جميع المباريات. بصي، هو باختصار انا الاصابه دي عندي بقالي 3 سنين بلعب، وعندي قطع كان جزئي في الرباط الخارجي، فالفاهم في البوزيشن بتاع البلاي ميكر هو عارف ان الصباع الكبير ده اهم صباع في الايد عامه للبوزيشن بتاعي. فانا يعتبر بقالي 3 سنين بلعب بايد واحده، الصباع اليمين ده مش بشاركه خالص في اي حاجه. كان عندنا بقى انت عارفه بقى بطولات وماتشات وحاجات كتير قوي، معسكرات وحاجات كتير قوي، ما كانش في يعني وقت ان انا ممكن اعمل عمليه خالص. فاتجهت للحقن بقى كورتيزون وبين مانجمنت وتردد حراري. فاخر حاجه عملتها اللي هي التردد الحراري، بس فجاه في اول السيزون صباعي ترقع بقى شكله غريب جدا. فلحد دلوقتي انا بتمرن وبلعب عليه، بس هو كل شويه الحاله بتزيد سوء. فروحت طبعا لكذا دكتور يعني وخلاص، وهم كتبوا لي ان انا يعني لازم اعمل عمليه، ولو ما عملتهاش دلوقتي انا قلت خلاص هتاقلم يعني الشهرين دول لحد ما الموسم يخلص. بس الفكره لو ما عملتهاش دلوقتي ممكن يحصل تثبيت مفصل، وممكن الموضوع يبقى كبير قوي. فانا بجد لحد دلوقتي انا مش عايزه اخد القرار، يعني زي ما يكون برضو مش عايزه اسيب الفرقه برضو في الفتره الجايه دي، برضو فتره مهمه قوي، فمش عايزه اسيبها لوحدها. بس مش عارفه نعدي بس الاسبوع ده على خير ان شاء الله، وهتكلم مع كابتن ابراهيم يعني لسه ان شاء الله. يا كابتن شروق، ويعني طبعا الف سلامه عليك، وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله وتبقي مع الفريق. ويمكن طبعا شروق فؤاد متعودين عليكي جوه الملعب زي مره الملعب، يعني ما شاء الله بروحك وبخبرتك مع اللاعبات، وطبعا ككابتن الفريق، وكمان زي ما قلتي شعورك طبعا السنه دي والفوز طبعا اول بطوله ليكي ككابتن الفريق. فبشكرك جدا والف سلامه عليكي ومبروك يا كابتن. ميرسي يا سلام، الله يبارك فيكي، ميرسي. باي. طبعا مستمرين معاكي زميلتي مريم، ومعي يعني واحده من نجوم النادي الاهلي في فريق كره الطايره، ويمكن من اقوى الصفقات الموسم ده كابتن ندى حمدي. كابتن ندى طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، والف مبروك وما شاء الله طبعا اداء قوي منك. شفناك النهارده في المباراه وفي جميع المباريات طبعا منذ انضمامك للنادي الاهلي، شايفه المباراه النهارده ازاي؟ وطبعا مليون مبروك. الله يبارك فيكي، شكرا. هي كانت مباراه ستريسفل شويه، بس الحمد لله قدرنا نمشي للبلان، والحمد لله قدرنا نكسب في الاخر. الحمد لله. شعورك ايه بقى؟ يعني احكي لي كده اول بطوله مع النادي الاهلي في الموسم. كنت very excited طبعا وانا نازله، ومن قبلها اصلا من اول ما جيت، وده الماتش اللي في دماغي. والحمد لله برده الجهاز بيشجعني وبيثق فيا، والفريق بيشجعني وبيثق فيا، وبلندد ان مع الفرقه بسرعه جدا الحمد لله. فالحمد لله كان احساس حلو قوي. الحمد لله. الحمد لله. يمكن طبعا مباراه صعبه، اهلي وزمالك، مباراه ديربي طبيعي تبقى صعبه، ويمكن ان شاء الله يعني لسه في دوري وكاس افريقيا. يمكن طبعا فريق نادي الزمالك فريق كبير ادوا اداء قوي جدا، ويعني من المتوقع ان شاء الله ان احنا هنقابل الزمالك في جميع المباريات بقيه الموسم. ولكن ما شاء الله يعني بدايه موفقه، شفنا منكم اداء قوي جدا، وكان ليكم الكلمه في اخر الشوط. الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله اللي جاي كل الثلاث كؤوس اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا ندى، وببارك لك ومليون مبروك. وعايزين بقى نروح لدعاء بقى على طول عشان دعاء ميرسي. دعاء طبعا، دعاء طبعا معانا زميلتي مريم بالتاكيد واحده من نجوم النادي الاهلي، دعاء غباشي. دعاء طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك مليون مبروك. شايفه المباراه النهارده ازاي؟ وشفنا يعني روحك ما شاء الله، روحك في الملعب انت وكل لاعبات النادي الاهلي، يعني ما شاء الله يعني فرحتونا، وشفنا منكم اداء قوي جدا. الحمد لله ان احنا قدرنا نحسم اول بطوله في السيزون ده لينا، دي كانت مهمه جدا ان احنا نرجع ثقتنا بنفسنا تاني. طبعا رغم الظروف اللي موجوده كلها ورغم الاصابات اللي لسه موجوده عندنا، الحمد لله احنا قدرنا نحسم الماتش لينا بالخبره، وطبعا ان احنا نقدر نقف على رجلينا لحد الشوط الخامس، دي تحسب للجهاز الفني بتاعنا. الفتره اللي فاتت كل واحد عنده حاجات في حياته كان مضحي عشان بس في الاخر اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي اللي هي البطوله. والحمد لله يعني الحمد لله بجد ان احنا قدرنا على قد ما نقدر، يعني في يعني بصراحه ما عملناش كل التعليمات، بس قدرنا في الاخر ان احنا نسمع تعليمات المدير الفني ونقدر ننفذها في الملعب. والحمد لله ده باين الخبره والبدني بتاعنا باين في الشوط الخامس كمان. طبعا ضغط كبير جدا عليكم، مسؤوليه اكبر كمان، النادي الاهلي هو حامل اللقب الموسم اللي فات، وطبعا انتوا عايزين تحافظوا على اللقب للموسم الثاني على التوالي. وعايزين نحافظ على كل الالقاب وما نخرجش ولا بطوله بره النادي الاهلي. يعني اكيد الاسد يمرض ولا يموت،
فاحنا باذن الله السنه دي هدفنا ان احنا ناخد الرباعيه، وكمان دي حاجه في مصلحتنا ان بطوله افريقيا في النادي الاهلي عندنا، فدي برده بتدينا دفعه كبيره قوي ان احنا نفرح جماهيرنا ونخليهم دايما مبسوطين وفخورين بينا. وطبعا بشكر الاتحاد المصري ان هو اتاح الفرصه للجماهير، انا اول مره اشوف ماتش فولي فيه كم الجماهير دي، وكل جماهير النادي الاهلي اللي جم واللي ما عرفوش يجوا اكيد هم فرحانين وفخورين بينا. واحنا باذن الله الفتره اللي جايه هنشوف كل الحاجات اللي احنا يعني وقعنا فيها في الماتش وهنشتغل عليها الفتره الجايه، وباذن الله باذن الله نقدر نفرحهم بكل بطولات السنه دي. ميرسي جدا يا دعاء، وان شاء الله واحنا فخورين بيكم ومبسوطين بيكم جدا، فرحتونا النهارده ومش عايز اطول عليك بقى عشان عارف ان انت مستعجله. شكرا سلام. ميرسي يا دعاء. شكرا ميرسي يا دعاء. كده طبعا زميلتي مريم، ده كان لقائنا مع عدد من نجوم النادي الاهلي في مباراه اليوم، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليكي زميلتي مريم، تفضلي. شكرا جزيلا زميلتنا سالة حامد طبعا من ارض الملعب، وفرحه كبيره زي ما احنا قلنا، والحقيقه هم يعني يستحقوا كل هذه الفرحه لان هم كانوا السبب الاساسي في حصد البطوله للعام الثاني على التوالي، وكمان فرحه جماهير النادي الاهلي تحديدا اللي بيتابعوا اكيد يعني مختلف العاب الصالات. كابتن كريم، خليني اقول لك ان احنا يعني كان عندنا الحقيقه شوطين النادي الاهلي ادى فيهم اداء قوي، الشوط الثالث والشوط الخامس تحديدا، ايه اللي ما كانش متحقق في بقيه الاشواط في الشوطين دول؟ يمكن الشوط الاولاني احنا كنا لحد النقطه 14 او 15 احنا كنا فارقين، بعد كده نادي الزمالك رجع، كان في شويه في تذبذب شويه في المستوى في الاستقبال. يمكن الروتيشن اللي عامله كابتن ابراهيم طول الموسم كان في كلمه السر النهارده ان كان التيرنينج بوينت في الماتش النهارده اللا مركزيه، نزول ساره امين في مركز 2 لاول مره تلعب في مركز 2 وهو مش مركزها، ويخلي تيتيانا تضرب من مركز واحد، ده عمل خلخله كبيره جدا في نادي الزمالك ان هم مش حاسبين ده خالص، لدرجه ان كمان ساره امين بتلعب في مركز 2 وكانت بتنزل في الاستقبال، والديفنس بتاعها كانت بتعمل ديفنس في مركز 6 كمان. اللا مركزيه النهارده في نادي الاهلي مع السكاوتنج في نادي الزمالك عمل خلل عندهم كبير جدا، هو ده اللي ادى للفرق الكبير قوي عندنا النهارده. ان كابتن ابراهيم يعني متاكد وواثق جدا من امكانيات اللعيبه عنده، فقدر ان هو يغير مراكز لعيبه النهارده. نزول ميار النهارده في وقت حساس جدا كانت قد المسؤوليه، مي غزال خرجت ورجعت تاني في الشوط الخامس كانت هايله جدا. فيمكن الشوط الاول او الشوط الرابع اللي احنا خسرناهم كان بس الدنيا شويه فيها تذبذب شويه في المستوى في الاستقبال، لكن لما كابتن ابراهيم قدر يحط ايده على نقطه الضعف عندنا، وبالسكاوتنج عندنا جهاز السكاوتنج عندنا قوي جدا، ان احنا قدرنا نعمل لها مركزيه وتغيير مركز ساره امين في الملعب، كان نقطه السر النهارده في تفوقنا وفوز النهارده بالمباراه. كابتن ندى، اتكلمنا في بدايه الاستوديو عن التدعيمات وعن الصفقات طبعا اللي كانت او انضموا حديثا لفتيات الذهب، الحقيقه ان احنا اتكلمنا عن ان هم هيفرقوا في البطوله النهارده، وده حصل بالفعل سواء طبعا تاتيانا بوكان او ندى حمدي او ايضا سهيله، فالحقيقه سهيله وفيق طبعا كان ليهم الحقيقه تاثير كبير جدا النهارده، خاصه تاتيانا وندى. زي ما احنا اتكلمنا في الاول، احنا قلنا طبعا التدعيمات ديت كان الفريق محتاجها بشكل كبير. قوه ضربه زي تيتيانا كانت هايله النهارده، يعني كانت موفقه جدا في اغلب اوقات المباراه. سهيله يمكن ما كانتش يعني ما خدتش الفرصه بالزبط كامله ان هي تبان، بس يعني لا يعني الناس بتوع الفولي هيبقوا عارفين كويس ان سهيله نزلت في توقيت صعب قوي على بلاي ميكر ان هي تلحق تندمج مع الفرقه في جيم ماشي ايكوال جدا، وهي نزلت في وقت حساس قوي، فممكن تكون ما ظهرتش بالمظهر اللي المفروض تبان بيه، لكن احنا كلنا واثقين في قدرات سهيله، هي بلاي ميكر هايله. في طبعا عندنا كمان نهال جمال الليبرو الثانيه نزلت النهارده، طبعا هي نهال خبره كبيره جدا يعني من الاسماء القديمه في الليبرو في مركز الليبرو، وظهرت باداء مشرف جدا. انا بالنسبه لي يعني فاجئتني النهارده، كنت متوقعه ان ندى بتلعب لوحدها، لا هي نهال كانت كويسه جدا برده. عندنا هم بس بتهيألي هم دول اللي نزلوا من الصفقات الجديدة يعني. طيب نرجع مرة تانية لصالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة وزميلتنا سالة حامد، وعدد من اللقاءات عقب التتويج لفتيات الذهب بكأس السوبر المصري للعام الثاني على التوالي.
من جديد طبعا برحب بيك يا مريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت طبعا معي يعني حاليا العديد وعدد كبير طبعا من اللقاءات بعد تتويج النادي الاهلي بالسوبر المصري. ويمكن طبعا معي يمكن بالنسبه لفريق النادي الاهلي او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي هي احسن ليبرو في افريقيا ندى وليد. ندى طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وما شاء الله عليك دايما يعني زي ما عودنا منك اداء قوي في الملعب. شايفه النهارده المباراه ازاي وشايفه الفوز النهارده ازاي اول بطوله ليكم في الموسم ده؟ اول حاجه ازيك يا سلام عامله ايه؟ بصي هو طبعا البطوله دي كانت بالنسبه لنا يعني هي كانت اصعب حاجه لان هي اول بطوله لينا واول يعني ماتش هنلعبه مع الزمالك، فكان بالنسبه لنا ان احنا البطوله دي هتسهل علينا حاجات كتير قوي، هتدينا دفعه معنويه قوي ان احنا لو كسبناها هنقدر نكمل ان شاء الله لحد اخر السيزون وناخد كل البطولات ان شاء الله يعني. ان شاء الله. يمكن طبعا شفنا النهارده مباراه قويه جدا، شفنا انه في اول شوط تاني شوط طبعا الاهلي كان متقدم، ثالث شوط يمكن طبعا الاداء نزل شويه، تقدم نادي الزمالك قدرتوا في الاخر ان انتوا تفوزوا في اخر شوط. يا ندى المباراه كانت صعبه جدا عليكم، اداء قوي منكم من الفرقتين، فشايفه الاداء ازاي اداء الفرقتين واداء لاعبي النادي الاهلي وايضا لاعبي نادي الزمالك؟ هو طبعا الماتش ما كانش ماشي على وتيره واحده يعني، ساعات هم يفوقوا ساعات احنا نفوق، بس كانت اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نحسم اللي في الاخر يعني. اخر شوط بالنسبه لنا كان اللي هو احنا هنموت نفسنا مهما كان ايه اللي حصل او مين في الملعب، بالنسبه لنا ان احنا عايزين نكسب باي طريقه باي سته يعني. فدنا دفعه قوي ان احنا مش فارقين اي حاجه، احنا بس عايزين نكسب البطوله بس. فالحمد لله. الحمد لله يا ندى وببارك لك تاني مليون مبروك وبشكرك جدا على اللقاء ده ومنتظرين منك اكتر بقى انت وكل لاعبات النادي الاهلي طول الموسم. ان شاء الله عندكم كاس افريقيا دوري، فان شاء الله تفرحونا بيهم وان شاء الله تفوزوا بيهم وتحافظوا على الالقاب دي الموسم ده ان شاء الله. يسهل ان شاء الله. ميرسي. شكرا. كان طبعا زميلتي مريم مستمرين معاكي في لقاءاتنا النهارده ومعي طبعا واحده من نجوم النادي الاهلي وبنت من ابناء النادي الاهلي سهيله وفيق. سهيله طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. شايفه المباراه النهارده ازاي وشايفه الفوز ليكي ازاي؟ طبعا اول بطوله الموسم ده، فاحكي لي كده احساسك النهارده. طبعا اولا الله يبارك فيكي وشكرا جدا. ثانيا احساس جميل طبعا ان احنا نفوز باول بطوله في الموسم، هتسهل لنا الدنيا قوي في مشوارنا في الموسم دوت ان شاء الله في الثلاث بطولات اللي جايين الدوري والكاس وافريقيا، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني. شايفه طبعا الاداء ازاي؟ شفنا مباراه قويه ما بين الفرقتين، اداء قوي من لعيبه الزمالك وكمان واداء قوي من لعيبه النادي الاهلي. مباراه كانت صعبه جدا ولكن انتوا قدرتوا في الاخر ان انتوا تفوزوا فيها، فشايفه طبعا ازاي الاداء وكلام كابتن ابراهيم معاكم كان ايه طبعا ما بين كل شوط؟ والله احنا تعبنا الفتره اللي فاتت جدا واعتقد ان ده بان يعني في الملعب، حاولنا ننفذ تعليماته على قد ما نقدر وربنا وفقنا في الاخر الحمد لله. موسم صعب طبعا، موسم طويل بالنسبة لكم لحد يمكن شهر خمسة، عندكم أفريقيا كاس دوري، فطبعا عارف ان طموحكم كبير وعارف ان انتوا حابين ان انتوا تفوزوا بكل البطولات دي عشان تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. والله يعني احنا مكملين، المفروض ان احنا هنتمرن كل يوم زي ما احنا مكملين جيم وفتنس وتمرين ومعسكرات، وان شاء الله يعني لو كملنا على نفس الخطوات دي ان شاء الله ربنا يكرمنا في باقي الموسم. ان شاء الله يا سهيله، وطبعا مستنيين منك كتير وجمهور النادي الاهلي واثق فيك ومستني منك كتير طبعا الموسم ده تمتعينا وتفرحينا طبعا بادائك وباداء جميع لعيبه النادي الاهلي. شكرا جدا سهيله وطبعا مبروك تاني. شكرا وشكرا لجماهير النادي الاهلي. شكرا. شكرا. كده طبعا زميلتي مريم كان لقائنا مع عدد من لاعبات النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليكي زميلتي مريم، تفضل. شكرا جزيلا الزميله العزيزه سالة حامد. خليني اجي لك تاني يا كابتن كريم. دفعة قوية جدا زي ما كل فتيات الذهب قالوا او لاعبات طايرة النادي الاهلي قالوا، دفعة قوية في بداية السيزن، خاصة ان هم عندهم منافسات هامة جدا خلال الفترة اللي جاية، اكيد هيفرق معهم كتير قوي التتويج النهاردة بهذه البطولة الهامة والغالية. اكيد اكيد طبعا، انت لما تبدأ السيزن بتاعك ببطولة مهمة مع منافس تقليدي ليك نادي الزمالك، طبعا دي بتديك دفعة قوي جدا وبتديك كريدت كمان للي جاي، يعني بتديك ادفانتج ليك انك في الماتشات الجايه مع نادي الزمالك هو يبقى نازل عامل لك حساب اكتر. فطبعا دي دفعه كبيره قوي لينا في بدايه الموسم، ان احنا لسه عندنا موسم طويل قوي، احنا عندنا لسه منافسات البلاي اوف بتاعت الدوري، عندنا لسه كاس مصر، لسه بطوله افريقيا هتتلعب على ارضك وسط جمهورك ان شاء الله في النادي الاهلي. فطبعا الجهاز الفني واللاعبات كلهم عينهم السنه دي ان هم يحققوا العلامه الكامله اللي احنا متعودين عليها دايما في النادي الاهلي، ان هم يكسبوا الاربع بطولات ان شاء الله. فطبعا ده بالنسبه لهم دافع كبير جدا 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 وتتويج لمجهودهم وتعبهم الفتره الكبيره اللي فاتت، ان هم قدروا النهارده يثبتوا للناس كلها ان هم فعلا فتيات الذهب، مش كلام وخلاص بيتقال على السوشيال ميديا. مظبوط. فتيات الذهب، لا فتيات الذهب قولا وفعلا بجد النهارده.
فطبعا نبارك لهم والنهارده هيحتفلوا زي ما بيقولوا وهيرجعوا للتمارين تاني عادي. كابتن ابراهيم يعني في الحاجات دي ما بيهزرش. طيب كابتن ندى، يمكن عايزه اتكلم معاكي عن حاجه مهمه جدا دايما في المباريات الخاصه اللي هي بتبقى خاصه ببطوله او كاس، يعني بنتكلم ان احنا عايزين نطلع بالهدف في المرجو وهو فكره الحصول على البطوله. يمكن ما بنتكلمش قوي على الاداء، بنفرح طبعا اكيد بالنتيجه ان احنا خرجنا بالهدف بتاعنا، ولكن اكيد هيبقى في وقفه في عدد كبير من النقاط اللي حصلت النهارده في المباراه وفي الماتش من كابتن ابراهيم، فاكيد دي هتبقى حاجه مهمه يعني يركز عليها كابتن ابراهيم خلال الفتره اللي جايه. بس قبل ما تجاوبي يا كابتن ندى، نروح مره تانية لارض الملعب مع زميلتنا سالة حامد. اتفضلي يا سالة. طبعا من جديد طبعا برحب بيك زميلتي مريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا مستمرين معاكي في لقاءاتنا النهارده طبعا بعد فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري لتاني مره على التوالي. يمكن معي في هذه اللحظات الكابتن محمود الوزير المدرب العام لفتيات الذهب. كابتن محمود، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك، يعني اول مباراه اول بطوله الموسم ده، طبعا احساس اكيد بالنسبه لك احساس يعني، عايزه تحكي لي عن احساسك وتقول لي يعني شايف النهارده المباراه ازاي وشايف الاداء النهارده ازاي وشايف الفوز كمان النهارده امام نادي الزمالك ازاي؟ يعني الحمد لله، اولا يعني برنامج الابطال مبروك للنادي الاهلي ومبروك لقناه النادي الاهلي ومبروك لجمهور النادي الاهلي اللي حاضر النهارده ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي اللي ورا الفرقه. الحمد لله النهارده ماتش فعلا، ماتش السوبر ده ماتش جامد جدا لان ما فيش فيه لقاءات قبليه، يعني هو لقاء والتاني وبنلعب مع الزمالك، فيعني الفرقتين اول مره يتقابلوا السنه دي. فالحمد لله ربنا وفقنا السنه دي، احنا كان عندنا هدف ان احنا نوصل فيه، وكنا واعدين جمهور النادي الاهلي واعدين مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله نحقق الاربع بطولات ان شاء الله، ونلعب بقى بطوله العالم للانديه ان شاء الله. فدي اول بطوله لينا. بالنسبه للفرحه لان اول مره مع الفتيات الذهب بتوعنا، اول مره معاهم السنه دي، انا كنت مع الاولاد قبل كده لكن حاليا مع كابتن ابراهيم هنا والفتيات. بصراحه التعامل معاهم مختلف جدا على الولاد، لكن هم كانوا بالنسبه لي انا في الملعب كانوا رجاله جدا، ادوا اللي عليهم، نفذوا الخطه اللي اتقالت لهم، نفذوا الكلام اللي اتقال لهم. كابتن ابراهيم عمل شويه تغييرات في التشكيل في الملعب على اساس يعوض النقص او الحاجات اللي فيها ديفوهات عندنا في الفرقه، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا، ومش قادر اقول لك فرحتي ايه، يعني يكفي ان صوتي ضايع يعني. طبعا يا كابتن، مجهود كبير جدا منكم، يمكن طبعا من اول الموسم وانا اكيد برضو في النادي معاكم وشايفه دايما شغالين تدريبات، شغالين بقوه، بتجهزوا طبعا لكل مباراه بشكل اكبر كل مباراه عن اللي قبليها، مجهود كبير جدا يا كابتن. وكمان يمكن شفنا المباراه النهارده كان برضو فيها يعني شويه اصابات، طبعا ايه الشامي مش موجوده، شروق مش موجوده، ولكن اللي موجود واللي حاضر طبعا قدر ان هو يعوض الغيابات دي وقدر ان هو يؤدي اداء قوي جدا واداء متميز طوال المباراه. الحمد لله، ما انا بقول لك ان الاولاد اللي كانوا موجودين في الملعب واللي كانوا بره النهارده واللي ادوا المباراه كلهم، بالناس اللي بره بالناس اللي ما تسجلتش في الماتش، لان كلهم اساسا بيتمرنوا معانا من اول سيزون، احنا من شهر 7 واحنا بادئين، الشغل بالنسبه لنا كان صعب عليهم شويه تقيل، بنغير كتير في الاحمال والكلام ده كله، والحمد لله يعني الحمد لله. بشكرك تاني ومبروك، وطبعا الموسم لسه طويل، مستنيين منكم اكتر من كده، افريقيا، دوري، كاس، فان شاء الله تفرحونا كالعاده وان شاء الله تشرفونا في جميع البطولات دي ان شاء الله. وانا بوعد برضو النادي الاهلي وبوعد جماهير النادي الاهلي وبوعد برامج النادي الاهلي كلها ان احنا ان شاء الله هنسجل كل بطوله ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، تحت امرك، السلام عليكم. كده طبعا زميلتي مريم كان لقائنا مع الكابتن محمود الوزير المدرب العام لفريق النادي الاهلي لكره الطايره سيدات، والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا جزيلا للزميله سالة حامد، وارجع لك تاني يا كابتن ندى، يمكن كنا بنتكلم على فكره النتيجه بغض النظر عن الاداء، ولكن اكيد كابتن ابراهيم هيكون ليه وقفه على عدد من النقاط الهامه جدا بخصوص اداء النادي الاهلي النهارده وفتيات الذهب النهارده. يعني شايفه ممكن تكون ايه النقاط اللي ممكن يقف عليها كابتن ابراهيم خلال الفتره اللي جايه عشان يعني فتيات الذهب يتجنبوها؟ بص، يعني الفرقه كلها هتروح النهارده مبسوطه وفرحانه بالمكسب وهتنام، ومحلل الاداء يا عيني ده هيفضل سهران لحد بكره عشان يطلع كل الحاجات اللي هيشتغل عليها كابتن ابراهيم من بكره في التمرين، كل الاخطاء اللي كانت موجوده وكل السكاوتنج اللي هو عمله طول الخمس جيمات
هيفضل يعيني يقطع فيه لحد بكره ميعاد التمرين علشان يبقى قدامه كل واحده بالظبط تبقى عارفه هي اخفقت في ايه وكانت موفقه في ايه ونفذت التعليمات بالشكل المطلوب منها ولا كان في تقصير. ده اكيد كابتن ابراهيم هيشتغل عليه من بكره، يعني خلاص هينسى خالص موضوع ان احنا حققنا بطوله وهيشتغل على اللي جاي، يعني لان هو ده يعني دي سمات النادي هنا، ان انت نادي الاهلي ماتش خلص بنقلب الصفحه وبنفكر خلاص في البطوله الجايه وهكذا يعني. فهو هيشتغل من بكره طبعا على التقصير اللي حصل، كان في مشكله في الاستقبال في عده اشواط وفي نقط متكرره، اكيد هيشتغل على الموضوع دوت. كان في شويه مفيش كيمستري شويه بين البلاي ميكر والمهاجمين، يعني باستثناء تيتيانا يعني موفقه جدا مع دعاء، غير كده ممكن يكون في شويه مفيش اتفاق قوي او يعني في ممكن يبقى في احسن من كده. اكيد هيشتغل على الموضوع دوت، هيشتغل على كل الحاجات اللي هتجيله من السكاوتنج، هيبقى عارف بالظبط كان نقطة الضعف فين في الفرقة وأخفقه في إيه، فده هيبدأ شغل عليه بشكل يعني سريع أنا متأكدة. كابتن كريم، مين العناصر المهمة اللي فرقت النهاردة مع نادي الزمالك أمام النادي الأهلي على الرغم طبعا من خسارتهم للقب، ولكن أكيد يعني شفنا برضو بعض الأشواط ماشية نقطة بنقطة أو بوينت باي بوينت، فأكيد كان في عدد من العناصر المهمة النهاردة في نادي الزمالك اللي فرقت يعني أمام النادي الأهلي. يعني بالتاكيد طبعا القوه الضربه دايما في نادي الزمالك كانت مريم متولي. يعني مريم متولي هي التيمبو بتاع نادي الزمالك، لما مستواه بيهبط احنا بنعمل فرق كبير قوي في السكور، لما مستواه بيرجع تاني بيخشوا في الجيم وبيكسبوا. مالكه برده ضربها مؤثر جدا من مركز ستة، يعني هي من اكتر الناس اللي برده بتاثر جدا تاثير نادي الزمالك بمستواها. مايا ممدوح النهارده برده كان مستواها متذبذب شويه، يمكن في الشوط الرابع نادي الزمالك قدر ان هو يتفوق علينا بمركز ثلاثة، مركز ثلاثة كان فايق قوي في الشوط الرابع، واحنا كان شويه عندنا البلوك كان ضعيف، ما كانش مؤثر قوي، فده اللي ادى ان احنا خسرنا الجيم الرابع. في الجيم الخامس احنا تداركنا بقى كل ده وقدرنا ان احنا نوقفهم بالارسال القوي، واحنا كنا موجهين ارسال جدا مع البلوكات العاليه قدرنا نكسب. فدايما بشوف ان مريم متولي ومالكه في مركز اربعه هما الاثنين اللي اليوم المؤشر الحركه في نادي الزمالك اذا كان تصاعدي او بينزل يعني في الملعب. ودانا برده كانت مميزه النهارده، ودانا فعلا دانا كويسه جدا النهارده، مميزه جدا. يعني دانا برده هي ايقاع الملعب عندها برده سريع جدا، يعني قدرت النهارده برده ان هي تكون شغاله كويس، بس انا الحمد لله بالسكاوتنج الكويس قدرنا النهارده ان احنا نخلص الماتش يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب شفنا كابتن ندى كابتن محمود بيتكلم عن فكرة ان هم بادئين السيزن من بدري قوي من شهر 7 بدأوا، طبعا زي ما احنا عارفين كابتن ابراهيم يعني منذ ان تولى المسؤولية الحقيقة يعني زي ما احنا بنقول كده مش راحم اللاعبات الحقيقة، اكيد ده فرق معهم النهارده في ماتش النهارده. البدنيات كانت واضحه جدا، شفنا في بعض الاشواط الحقيقه خاصه الشوط الاخير ده اللي يمكن فرق معاهم وقدروا ان هم يحسموا الماتش لصالحهم بسبب يعني زي ما احنا شفنا كده البدني عندهم كان قوي جدا. بالظبط، يعني احنا حتى لو خدتي بالك اللاعبات نفسهم كانوا بيتكلموا على ان هم واقفين على رجليهم. واقفين على رجليهم دوت ما هو مش من فراغ، يعني واقفين على رجليهم لان هم بيتمرنوا صبح وليل، عندهم واصل بالكيرف بتاعهم في البدني للتوب النهارده ان هم يبقوا في الماتش ده واقفين على رجليهم يقدروا يلعبوا 5 جيم عكس نادي الزمالك مثلا. احنا شفنا الشوط الخامس يكاد يكون اللعب كان من طرف واحد، يعني لان اللعيبه مجهده طول السيزون بيلعبوا هم 6، ما فيش روتيشن، لو تغييره او حاجه دي بتبقى حاجه يعني كده فلته في النص، لكن هم التشكيل ثابت هو اللي بيلعب الموسم كله في جميع البطولات. فطبعا اللعيبه بيجي عندها وقت الحمل البدني بتاعها ما بيقدرش يسعف، يعني بتبقى عايز تلعب بس هي مش قادره. فده احنا شفناه في النادي النهارده، الفرقه الاهلي لا واقفين كلهم على رجليهم، اي واحده بتنزل ما فيش فرق بينها وبين اللي كانت بره، لا بتندمج على طول وبتلعب لعب كانها بادئه هي المباراه يعني. فده طبعا راجع لكابتن ابراهيم الخطط بتاعته في ان هو يوصل النهارده بالحمل البدني بتاع اللاعبات للتوب، ما بقاش انا النهارده هكمل السيزون ابقى الكيرف بتاعي مثلا بينزل، لا هو بيبقى دارس كويس قوي ازاي يحافظ في اوقات المباريات النهائي ان هو يبقى واصل باللعيبه دي للتوب فورم بتاعهم، ما يبقاش في لعيبه منهم خلاص مش قادره او المجهود البدني عندها خلاص ضعيف، لا الحمد لله هم كلهم النهارده واقفين على رجليهم.
طبعا بيبقى فيه ان هم بيتمرنوا صبح وليل وزعلانين ومعسكرين وكل واحده سايبه حياتها، بس في الاخر بتيجي اللحظه دي بقى هم بيحسوا بقيمه التعب اللي هم تعبوه دوت وبقيمه المجهود اللي هم عملوه، لان هم في الاخر طعم الانتصار بيبقى مختلف. لو هم مروحين النهارده خسرانين لا قدر الله هيبقوا طبعا مش هيبقوا فاكرين بقى كويس ده احنا تعبنا او ما تعبناش ولا عملنا ايه احنا اللي كنا مقصرين، لكن هم بيبقوا عارفين ان هم عملوا اللي عليهم كويس قوي، فهم النهارده كلهم مبسوطين. يعني مش فارق معهم ان هم بقى لهم شهور بيتمرنوا صبح وليل ومعسكر واتنين، يعني مش معسكرين قبل الماتش، لا بقى لهم فتره معسكرين. فطبعا ده مجهود كبير عليهم، كل واحده بتضحي بحاجات عشان توصل للحظه دي، لحظه التتويج طبعا. طيب كابتن كريم، الفترة اللي جاية يمكن فترة صعبة على فتيات الذهب، يمكن أكيد هيكون في يعني خطة للجهاز الفني وكابتن إبراهيم، شايف إزاي ممكن إن إحنا نكمل، خاصة إن إحنا شايفين كابتن إبراهيم شغال بتكنيك معين خلال الفترة اللي فاتت، فأكيد هيبقى مهم جدا برضو الفترة اللي جاية زي ما إحنا شفنا الجهاز الفني واللاعبات بيوعدوا جمهور النادي الأهلي إن هم هيحققوا العلامة الكاملة من البطولات، فأكيد عايز أعرف وجهة نظرك إزاي ممكن التكنيك اللي هيكمل بيه الجهاز الفني خلال الفترة اللي جاية، خاصة ان في مواجهات هامة ومنافسات هامة جدا. يعني النجاح ما بيجيش صدفة، يعني اكيد كابتن ابراهيم دارس الموسم كله، بيبقى عنده مواعيد ثابتة للمنافسات، المباريات، كيرف الماتشات عالي واطي، فطبعا دايما هو بيبقى مقنن الاحمال، بيبقى عارف امتى هيعلى بالحمل، اللي عنده ماتشات ضعيفة فمعلي الحمل جدا مش بيبقى فارق معاه، اول ما بتبدا تخش مرحلة المنافسات بيبدا يركز قوي على الاحمال، تقنين الاحمال جدا، ينزل بالكيرف عشان خاطر الاستمراريه. يمكن السنه دي ان شاء الله اللي هيخلينا يعني نحصل على العلامه الكامله ان شاء الله هو الاستمراريه في تقنين الاحمال، يعني انت امتى بتقلب الكيرف بالاحمال وامتى بتنزل امتى على حسب المنافسات. يعني هو عنده ثلاثة هرم زي ما بيقولوا في الفولي، عنده نهايات الدوري، نهايات الكاس، بطوله افريقيا، دول اهم ثلاث محطات عنده. امتى هيكون الاحمال فيها، هيعلب الاحمال امتى هينزل فيها، على حسب طبعا الجدول الزمني اللي هو محطوط. فالاستمراريه دايما في الموضوع ده هيكون ليه عامل السبق ان شاء الله، ان الفرقه دايما تبقى واقفه على رجليها بدنيا وذهنيا ونفسيا ان شاء الله. طيب قبل ما نختم، الحقيقه فتيات الذهب يستاهلوا مننا اكيد رسائل دعم، كابتن كريم تقول لهم ايه النهارده؟ يعني اقول لهم انتوا شرفتونا وكنتوا قد المسؤوليه، وبجد يعني انتوا فتيات الذهب زي ما بيقولوا قولا وفعلا، وانا متاكد النهارده ان هم كانوا حاطين في دماغهم طبعا البطوله بعد ما تعبوا، ان هم يهدوا البطوله دي للست الوزير العمري فاروق، ان هو فعلا كان اكبر داعم لالعاب الصالات دايما، وكان اكيد نفسه يبقى موجود في لحظه زي دي، فطبعا يهدوا له الفوز بالسوبر وان شاء الله يحققوا بقيه البطولات باذن الله السنه دي. كابتن ندى تقول لهم ايه النهارده؟ طبعا انا ببارك لهم، وهم دايما معودينا ان احنا يعني بيبقى قلبنا جامد واحنا بنتفرج عليهم، ان هم اكيد حتى لو حصل اخفاق هم بيرجعوا بسرعه، فانا بهنيهم ان هم دايما محافظين على صورتهم ومحافظين على بطولاتهم ودايما بيسطروا تاريخ للكره الطايره في النادي طبعًا الاهلي طبعًا. فالف مبروك ليهم ومستنيين منهم المزيد. يعني بشكرك جدا طبعا كابتن ندى ايمن، نجمة النادي الاهلي السابقه للكره الطايره، كابتن كريم جمعه نجم النادي الاهلي السابق للكره الطايره، نورتونا وشرفتونا طبعا، والحمد لله الحمد لله وشنا كان حلو على الرغم من صعوبه المباراه النهارده. واكيد لازم قبل ما نختم اعيد على حضراتكم تهنئه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي دايما بيكون حريص على مؤازره يعني مختلف الفرق الرياضيه للنادي الاهلي. الخطيب يهنئ سيدات الطايره بكاس السوبر، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبات الفريق الأول الكرة الطايرة سيدات والجهاز الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري المرة الثانية على التوالي، وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات للفريق والروح العالية والإصرار على الفوز وإحراز كأس البطولة لإسعاد الجماهير، وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل كل العناصر مسؤولية كبيرة فيما هو قادم والاستمرار في مضاعفة الجهد لحصد البطولات المحلية والقارية، وأكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق والاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية القادمة، كما هنأ أيضا جماهير النادي الأهلي التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات وتقف دائما خلف ناديها وفرقها الرياضية في كافة المناسبات.
ألف مليون مبروك مرة للمرة المليون بقى لفتيات الذهب بالنادي الأهلي لتتويج طبعا بكأس السوبر المصري للعام الثاني على التوالي. دايما بيشرفونا ويفرحونا، والحمد لله النهاردة كانت ليلة ختموها مسك. فشكرا لكم جدا، إلى أن نلتقي مرة أخرى وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال.